طيب تعال نشوف الأحزاب. بالمناسبة الأحزاب موالاة ومعارضة كانت سعيدة سعادة الدنيا والآخرة بقرارات الرئيس النهاردة. كله لن تجد حزب واحد علق سلبا ولن تجد حزب واحد معلقش حتى موالاة أو معارضة. هو مين ما ينبسطش بقرارات النهاردة؟ مين؟ يعني لما أجي أقول لك إن هناك ترحيب كبير جدا من الأحزاب، كل الأحزاب، ليه؟ لأنه دي ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة، وبالرغم من ذلك البلد واقفة جنب المواطن وبتدعمه. تعالى ناخد معانا على التليفون سيادة النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا شيخ. إزاي الصحة؟ إيه الأحوال؟ كله تمام، أخبارك أنت إيه؟ كيف استقبل حزبنا العظيم مستقبل وطن قرارات اليوم؟ خلينا نقول كيف استقبلت مصر قرارات اليوم. الله أكبر. مصر ده الكلام. يعني انت حضرتك بتقول احزاب ولا احزاب معارضه، لا انا شايف النهارده هو يوم لكل المصريين، يعني النهارده انا مش شايف اي نعره حزبيه ولا اي صوت حزبي قد ما هو صوت عامل على الجميع بالبهجه، عامل على الجميع بالتفاؤل، عامل على الجميع بالامل. عنوانه الرئيسي كده، معلش يا استاذ يوسف اسمح لي اقول، رئيس مصري من الناس وحسب الناس. هو ده عنوان الرئيسي بتاع النهارده. النهارده في عز الدوله المصريه اللي احنا بنشوفه النهارده مثلا كان في المنيا، معلش اسمح لي ان انا بس اقسم اليوم النهارده لقسمين وليهم رابط، هو الرابط الاساسي هو تحسين حاله ومعيشه المواطن المصري. قول ده الرابط او العنوان الرئيسي. تحت بقى خد مشروع هو الاكبر من نوعه على مستوى العالم، هو مشروع حياه كريمه. طبعا حياه كريمه. أكاد أزعم إن مفيش ليه مشروع مثيل على مستوى دول العالم كلها. أنا بحثت وحاولت أشوف هل في حاجة مماثلة في كل دول العالم، أنا ما لقيتش أي مشروع زيه في مصر من حيث الكم ومن حيث الكيف. مشروع بينهيلي على قصة كنا زمان ووقت قريب كلنا عمالين نتكلم، والصعيد وإهمال الصعيد والتنمية في الصعيد مش موجودة، والاعتناء بحال المواطن الصعيدي مش موجود. لأ، الصعيد اصبح في بؤرة اهتمام الدولة المصرية. يمكن احنا في النهارده في محطة محافظة المنيا، ويمكن دي برضو انا بهني اهل المنيا على اليوم الجميل النهارده. يمكن كانت اول زيارة للسيد الرئيس لمحافظة المنيا النهارده، كان قبله محافظة سوهاج، كانت قبله محافظة قنا، وكم من المشروعات اللي موجودة. احنا امام مشروع بيهتم بالحضر وبيهتم بايه؟ بالبشر. يعني تنمية مستدامة تشمل كل المرافق والخدمات اللي بتخدم على المواطن المصري، بتقدم الخدمه للمواطن المصري، وفي نفس الوقت اهتمام. شفنا لقاء السيد الرئيس مع الطلاب والاطفال، شفنا لقاء السيد الرئيس مع اللي بيلعبوا كوره، شفنا بقى الرساله الاهم في المساله، رساله الطمانينه. يمكن الرئيس النهارده لما بيقول انا عاوز من كل مواطن ايه؟ عاوز منه اخلاص، امانه، عمل. ده مطلوب منك كمواطن. دايما يمكن انت حضرتك اشرت يا استاذ يوسف من شويه، دايما الاستاذ رئيس يمكن كان في افطار الاسره المصريه الماضي في رمضان الماضي، كان دايما يعبد الاستاذ رئيس كده على كفه وبايده ويقول طول ما احنا كده ما يتخافش علينا. انا مش خايف على المصريين من الخارج، العدو الخارجي الجيش الحمد لله تعالى جيشنا باسل وقواتنا وقادرين على التصدي للعدو الخارجي. اما الخوف دايما كان حديث الاستاذ رئيس كده، انا خايف على تمسكنا وجبهتنا الداخليه. طول ما احنا جبهتنا الداخليه قويه، طول ما احنا قابضين على بعض وخايفين على بعض ومتمسكين على بعض ومتمسكين بدولتنا المصريه، مفيش خوف علينا ومحدش هيقف قصادنا. النهارده في عز ما العالم كله بيعاني من ازمه اقتصاديه، واحنا جزء من العالم، وزي ما حضرتك برضه اشرت، اللي احنا فيه ده مش صنيعه الدوله المصريه او صنيعه الحكومه، على الرغم ماشي احنا لينا تحفظات على بعض سياسات الحكومه، ولكن ما نحن فيه من أزمة وما يعانيه المواطنين من ظروف اقتصادية، ده مش نتاج سياسات حكومية، ولكن هي نتاج أزمة عالمية. ويمكن كان لسوء الحظ احنا مررنا، وبرضه لازم ان انا اشير هنا لحاجة، دايما السيد الرئيس بيراهن على المواطن المصري، ودايما السيد الرئيس احنا كنا في بعض الأحيان بنحس بالقلق. يعني في عز مثلا احنا كحزب سياسي في
عز المواسم الانتخابيه، وفي عز مثلا في مرحله اثناء تجديد انتخابات السادة، انتخابات السادة الرئيس لرئاسه فتره رئاسيه، كان يجي في عز الفتره الانتخابيه دايما في كل انحاء العالم على فكره مش في مصر بس، دايما في الانتخابات بتطلع بعض السياسات نوع من انواع الترضيه للمواطن. لا، السيد الرئيس كان عنده اصرار واصرار كبير جدا جدا على السير في سياسه الاصلاح الاقتصادي اللي كان بيعاني منها المواطن، واللي تحمل عبئها مين؟ المواطن المصري. وراهن السيد الرئيس على المواطن المصري وكسب الرهان، ولولا سياسه الاصلاح اللي تمت في هذه الفتره اللي بدات من 2018 وما قبل 2018 من 2014، لولا ما كناش قدرنا نمتص الصدمه بتاع كورونا، ولا قدرنا نمتص الازمه على الرغم من معاناه. لا، احنا كنا هننزل لمس اكتاف يا عصام بيه. لو ما كانتش الحاجات دي اتعملت من الاخر كنا هننزل على الارض لمس اكتاف وشكرا. لا، وما كناش يعني احنا برضه احنا زي ما حضرتك برضه اشرت من شويه، وكان الاستاذ اكرم اشار، العالم كله احنا شايفين المعاناه. يمكن احنا برضه وسائل التواصل بدات تبين لنا بره في ايه، بره النقص في المواد الغذائيه وعدم وجود مواد غذائيه وارتفاع المجنونات في دول كتير واقتصاد دول عتيقه ودول اقتصاديه كبيره جدا بدات تعاني. لا، احنا في عز كل ده. يعني فكره هو اللي بيحصل النهارده، هو النهارده مشروع حياه ده مش مشروع انتاج، انتاج في البشر وانتاج وتنميه، ولكن ده انفاق للدوله المصريه وانفاق بارقام كبيره جدا جدا لتنميه وتحسين حال المواطن المصري. وفوق ذلك في عز الازمه الاقتصاديه زي ما حضرتك اشرت، لو جه النهارده السيد الرئيس كفى بالمشروعات اللي افتتحت، ودي على فكره ممكن احنا هنا في القاهره او في منطقه القاهره الكبرى لسه موضوع مثلا مشروع حياه كريمه ما لمست كتير كتير من قرانا، ممكن ما نحسش بمردود الحياه كريمه زي ما حسيت بيها اهالينا. احنا يهمنا اهالينا في الريف، ده اهم حاجه. لا انت حضرتك، لا انا اقصد على الاحساس المباشر بمدى التطور اللي حاصل بمتابعتنا احنا بقى كحزب مستقبل الوطن وتنظيمنا الحزب اللي موجود في كل انحاء الجمهوريه. لا، المردود الايجابي ومدى تاثير هذه المشروعات ومدى تاثير هذا المبادره الكبيره اللي بتتم على اراضينا في كره مصر وفي الصعيد تحديدا، لا كان مدى البهجه والفرحه اللي كانت بتتم من اول هنا كده مرور لغايه النهارده محطه المنيا كان يكتفي، كان ممكن السيد الرئيس يكتفي بذلك وخلاص، والناس مبسوطه. على فكره الناس مبسوطه جدا بالمشروعات اللي موجوده والخدمات المقدمه ليهم، وما كانتش تمت الشريحه الكبيره يعني بحجم يعني احنا لما نيجي نقيس النهارده القرارات اللي اعلن عنها السيد الرئيس، القرارات الاقتصاديه اللي احنا اشدنا بيها وطلع بيان من حزب مستقبل الوطن بيشيد بهذه القرارات، لان فعلا قرارات اولا غير مسبوقه في مثل هذا التوقيت. لا، كل الناس اللي عندها ازمات اقتصاديه معلش بتحاول تقلل من الانفاق وتحاول تقلل من المصروفات، ولكن احنا لا، من باب حرص الرئيس على الحمايه الاجتماعيه ومن باب احساس الرئيس بمدى المعاناه اللي بيحميها طبقه الطبقه المتوسطه والطبقه الادنى من حياه وتوفير حياه كريمه بقى بالمفهوم اللي الوضع عاملاه في كل قرانه على مستوى الجمهوريه، لا، صدرت القرارات الاقتصاديه النهارده برفع الاجور اللي ب 1000 جنيه حد ادنى 1000 جنيه، وبقى زياده الحد الادنى للاجور في كل الشرائح من الثالثه والسادسه. احنا بنتكلم على تكلفه ملياريه عصام بيه. اولا خلينا نشكرك يعني اولا على مداخلتك، ونشكركم يعني على هذا التعليق بالمناسبه اللي مهم. ليه؟ خليني اشكر طبعا استاذ عصام هلال عفيفي الامين العام المساعد لحزب مستقبل الوطن وعضو اللجنه العامه لمجلس الشيوخ.